بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 14 من مجالس مدارستنا لشرح أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في الشرح الذي أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 25 من شهر جماد الآخرة سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا في كتاب الطهارة، وهذا المجلس تتمة للمجلس السابق الذي ابتدأناه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الطهارة من حديثه، من ذكره الأحاديث الواردة في باب في المذي وغيره. نتناول في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى حديثين اثنين بعون الله جل وعلا. نتناول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذان الحديثان في سياق ما نحن بصدده من الحديث عن هذه القضايا المتعلقة بالطهارة، وهما حديثان نقتصر عليهما في مجلس الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذان حديثان مستقلان في أحاديث العمدة، جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى في إملائه على فوائد الحديثين، لأنهما من باب واحد، كما صنع قبل في بعض الأحاديث التي جمع بينها للمجانسة أو المشاركة أو جملة أو أصل الباب الذي يتناوله الحديث، فجمع بين الحديثين، وإلا فهما حديثان مستقلان وليس حديثين لحادثة واحدة. أول هذين الحديثين حديث أم قيس، وقبل أن ندخل في تفاصيل الحديثين، كلا الحديثين يتناول مسألة بول الصبي الصغير وكيفية تطهيره إذا أصاب الثوب، وهذان الحديثان هما عمدة الفقهاء في الحديث عن حكم أبوال الصبيان أو الأطفال ذكرانا وإناثا، فهذان الحديثان هما عمدة أحاديث مسألة أبوال الصغار والتعامل معها. والحديثان في هذه المسألة كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين كان بين يديه طفل صغير فأصابه من بوله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي الرواية الأخرى فأتبعه إياه ولم يغسله. فهذان الحديثان جمع بينهما المصنف رحمه الله لاشتمالهما على حكم هذه المسألة المتحدة بين الحديثين، وسيشرع المصنف في وجوه الفوائد المستنبطة من الحديثين، ولم يتطرق رحمه الله تعالى للحديث عن ترجمة الرواة. أما ثاني الحديثين فهو من رواية عائشة رضي الله عنها، وقد تقدمت ترجمتها. وأول هذين الحديثين حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. قال بعض الشراح إن اسمها كنيتها، والصواب كما قال ابن عبد البر رحمه الله أن اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمة،
وقال السهيلي اسمها آمنة، فعلى هذا يكون أم قيس كنيتها، هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه صاحب الحديث المشهور في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لما قام فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام آخر فسأل مثل مسألته فقال سبقك بها عكاشة، عكاشة بتخفيف الكاف أو تشديدها، وجهان صحيحان في ضبط الاسم، والأول أكثر، عكاشة بتشديد الكاف أكثر في لغة المحدثين وضبط تراجم الرواة. فأم قيس رضي الله عنها جذامة أو آمنة هي أخت عكاشة بن محصن الأسدي، كانت من المهاجرات الأول، وخرج لها الشيخان في الصحيحين حديثين، هذا أحدهما، وآخر في الطب أيضا فيه قصة لابنها لما مات فغسلنه فقالت أو طلبت ألا يغسل بماء بارد إلى آخر الحديث. أم قيس التي تحكي هذا الحديث أنها أتت بابن لها صغير، لم يسمى هذا الصبي المذكور في الحديث، في حديث أم قيس، قال ابن الملقن رحمه الله لا أعرف اسمه، قال ولم أره أيضا في كتب المبهمات بعد التتبع الشديد. هل هو الصبي ذاته في حديث عائشة الثاني رضي الله عنها؟ الجواب لا، لأنه كما قلنا حديثان مستقلان. أما الصبي في حديث عائشة رضي الله عنها فقد قال ابن الملقن رحمه الله واعلم أن الصبي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها يحتمل أن يكون عبد الله بن الزبير أو الحسن أو الحسين، قال لي روايات في ذلك خرجتها، قال في تخريج الرافعي فارجع إليه. فذكر رحمه الله تعالى أن اسم الصبي في حديث عائشة إما أن يكون عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، أو الحسن أو الحسين ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. فحديث عائشة إذن عن صبي من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من الأقربين حوله، إما الحسن والحسين سبطاه، أو عبد الله بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهم جميعا. حديث أم قيس رضي الله عنها لما قالت لم يأكل الطعام، وهذا ضابط المسألة في الحديث، وكل ما سيأتي مما يقرره الشارح رحمه الله من الفوائد متعلق بهذا المناط الذي يتكلم عنه الفقهاء في مسألة بول الصبيان. ما ضابط الصبي الذي يخرج الكلام عن بوله فيما يخرج عن بول الكبير؟ ما ضابط الصغير؟ قالت أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وصفت ابنها بوصفين، ما هما؟ كونه صغيرا وكونه لم يأكل الطعام، وهذا يعني فيه من فوائد اللغة أنها جمعت بين الوصف المفرد والوصف بالجملة، صغير هذا وصف مفرد، لم يأكل الطعام هذا وصف بالجملة، فقد يجتمع الوصفان المفرد والجملة لموصوف واحد، فإذا اجتمعا كان تقديم المفرد أولى وأحسن مع جواز تأخره، وورد الأمران في كتاب الله الكريم، قال الله سبحانه في وصف القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فوصفه بأنه مبارك وهذا وصف مفرد، والوصف الثاني بالجملة قال أنزلناه، وورد أيضا بالعكس قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأنزلناه وصف بالجملة تقدم على المفرد فدل على تجويز الأمرين. قولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام، ما معناه؟ أنه حديث عهد بولادة للتو خرج من بطن أمه، هذا محتمل، فإذا كان كذلك فلما أتت به؟ ليحنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وقع مثل هذا لبعض الصحابة. فإذا قولها لم يأكل الطعام يحتمل أنه ما دخل جوفه شيء بعد، بل كانوا يبادرون بمولودهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول ما تضعه أمه ليتبركوا بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أول شيء يدخل جوف الصبي.
ويحتمل الحديث وهو الظاهر أن قولها لم يأكل الطعام يعني الطعام الذي يتغذى به ويستقل عليه بدنه، فلا يدخل في ذلك حليب الأم فإنه طعام وليس هو المنفي هنا، ولا يدخل فيه أيضا التمرة أو العسل أو العجوة التي يحنك بها الصبي فإنها طعام، بل أتت به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض التبرك والدعاء ونحو ذلك. فلذلك قالوا المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنكه والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فيكون المراد الغذاء بغير اللبن أو لم يستقل بجعل الطعام في فمه، وهذان الاحتمالان واردان. قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه لم يأكل الطعام يعني ما دخل فمه شيء قط. قالت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الحاء هنا مثلثة تقول حجره وحجره وحجره، والمقصود به الحضن الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعل الصبي فيه. فبال على ثوبه، بال الصبي على ثوب من؟ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شعبان المالكي المقصود أن الصبي بال على ثوبه هو، وهذا عد مستغربا في كلام شراح الحديث، والراجح والظاهر أن البول وقع على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن تعرف أن قوله فنضحه ولم يغسله، وفي حديث عائشة فأتبعه إياه أو فأتبعه بوله ولم يغسله، هذا هو موضع الشاهد في الحديث الذي ينتهي إليه خلاف الفقهاء فيما سنقرأ في كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الكلام عليه. اختلف العلماء في بول الصبي الذي في نسختنا الكلام على ذلك من وجوه أحدها. نعم. قال رحمه الله اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته. طهارة ماذا ونجاسة ماذا؟ بول الصبي الذي لم يطعم الطعام. وأنت فهمت الآن ما معنى لم يطعم الطعام؟ يعني لم يستقل بالطعام غذاء يجعله في فيه، وإلا فلا مانع أن يجعل في فمه شيء من التمر أو عجوة التمر، معجون التمر، أو شيء قليل من رقيق الطعام الذي يقدر على بلعه وهو ابن أشهر أو بضعة أسابيع، فهذا لا يخرجه عن كونه صبيا لم يطعم الطعام. فالمقصود أنه يرضع ولم يستقل بجعل الطعام في فيه. والمقصود في أول المسألتين قال اختلف العلماء في بول الصبي في موضعين، هذا أحدهما هل هو طاهر أو نجس، وفيه خلاف سيتعرض إليه. ثم لم يذكر رحمه الله الموضع الثاني في سياق الكلام. قال الصنعاني كأنه تداخل الكلام فذهل عنه، ولعل المقصود بالموضع الثاني هو تطهير هذا البول. إذن عندنا مسألتان في بول الصبي، المسألة الأولى أهو طاهر أو نجس، والمسألة الثانية كيف يطهر بول الصبي. نعم. قال الكلام قال اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس. لا تردد في مذهب الشافعي أن بول الصبي نجس، بل هذا الذي عليه عامة الفقهاء أن بول الصبي نجس. نعم اختلفوا كما سيأتيك الآن في كيفية تطهيره، أي يعامل معاملة بول الكبير فيجب غسله بالماء أم يكفي فيه الرش والنضح وإتباعه بالماء، هذا اختلفوا فيه. لكن اعلم رعاك الله أنه حتى من يقول بموجب ظاهر الحديث أنه يكفي في بول الصبي نضحه بالماء أو رشه بالماء، هل يلزم من هذا أنه يقول بطهارة بول الصبي؟ الجواب لا. فعامة الفقهاء كما يقول المصنف هنا عن الشافعي لا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس،
هل من قائل بطهارته؟ قال الطحاوي: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل أكل الطعام، وجزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي، يعني جزم بنقل القول بطهارة بول الصبي عن من؟ عن الشافعي وأحمد وغيرهما. ثم قال: ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. يعني يحكي ابن عبد البر ويحكي ابن بطال عن الشافعي وأحمد أنهما يقولان بطهارة بول الصبي، والشافعية والحنابلة لا يعرفون هذا عن أئمة المذهبين. قال النووي: هذه حكاية باطلة. ثم قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيرهم أنهم قالوا بول الصبي طاهر، قال: فتلك حكاية باطلة لا تعرف في مذهبنا. وتتابع عدد من فقهاء المالكية خاصة في نقل هذا عن الشافعي رحمه الله، نقله القرطبي في المفهم عن الشافعي كذلك، ونقله ابن عبد البر، ونقله الباجي، وربما كان وهما أو خطأ فتتابع النقل بينهم رحمة الله على الجميع، وسمعت ما يقولون. إذن حتى الشافعي وأحمد وهما يقولان بالاكتفاء برش بول الصبي ولا يجب غسله، هل يلزم من هذا قولهما بطهارة بوله؟ إذن لا تلازم بين القول بالاكتفاء بالنضح والرش وبين القول بطهارته، بل هو نجس على قول كافة العلماء. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته. يقول: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته. قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره. طيب، هذان مذهبان، أن بول الصبي يعامل معاملة بول الكبير فيجب غسله، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري، ونص عليه الشافعي أيضا. المذهب الثاني الأخذ بظاهر هذين الحديثين، حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما. وما ظاهر الحديثين؟ الاكتفاء بالنضح أو بالرش وعدم الغسل لصريح النفي ولم يغسله، فالاكتفاء بهذا. وهذا مذهب أحمد والصحيح عند الشافعية، وهو قول إسحاق وداود وجماعة من أصحاب الحديث ومن السلف أيضا. نعم. قال: فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره. والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها ولم يغسله. هذا صريح بنفي الغسل. سؤال: طيب، فماذا يقول مالك وأبو حنيفة وهما يقولان بوجوب غسل بول الصغير؟ ماذا يقولان في النفي ولم يغسله؟ نعم، قالوا: لم يغسله الغسل المبالغ فيه كغسل الكبير، وإلا فبول الآدمي عندهم لا طهارة له إلا بالغسل، صغيرا كان أو كبيرا. طيب، والحديث هذا ولم يغسله، قالوا: لم يغسله كغسل بول الكبير، غسلا فيه فرك وفيه دلك وفيه عصر بعد غسله بالماء، يكفي نضحه، يعني أن يمتلئ المكان الذي أصابه البول بالماء وهذا كاف، فيصدق عليه أنه نضح وهو نوع من الغسل لكنه دون غسل بول الكبير، وسيأتيك توجيه المذاهب. قال رحمه الله: والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها ولم يغسله. والذين أوجبوا غسله أتبعوا القياس. من الذين أوجبوا غسله؟ مالك وأبو حنيفة والثوري. نعم. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات. نعم، كسائر النجاسات. يعني لو قلنا سؤال: هل بول الصبي طاهر أو نجس؟
خلاص إذا اتفقنا على أنه نجس فيعامل معاملة سائر النجاسات. هذا أول مستندي من يقول بوجوب غسل بول الصبي، أنه كسائر النجاسات والنجاسات تطهر بالغسل. نعم. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث وقولها ولم يغسله، أي أول الحديث وقولها. إذن لما قالوا بأنه يجب غسله يحتاجوا إلى جواب عن الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم قيس. أم قيس تقول فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، وعائشة رضي الله عنها تقول فدعا بماء فأتبعه، وفي كلا الروايتين ولم يغسله، فاحتاجوا إلى جواب. قال وأول الحديث وقولها ولم يغسله، قال وأول الحديث وقولها ولم يغسله، أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهرة محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. طيب أعطاك وجه الاستدلال ورد عليه، وجه الاستدلال استدلوا بالقياس على سائر النجاسات وأول ظاهر هذين الحديثين، فأما القياس فيضعف هنا. لما؟ نعم، لوجود النص الصريح في محل الاستدلال، فلا يعارض بقياس يخالفه. والأمر الثاني أنهم تأولوا الحديث، قال رحمه الله هذا خلاف الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. دائما عندما تحمل دلالة لفظ على غير ظاهره فهذا يسمى تأويلا، أن تحمل اللفظ على معناه المرجوح. فماذا يحتاج التأويل؟ إلى قرينة. هل تقوى القرينة أو تضعف؟ بحسب قرب المعنى أو بعده تحتاج فيه إلى قوة القرينة. ظاهر الحديث فأتبعه فنضحه ولم يغسله، فتقوت الدلالة هنا بعدم الغسل. فإذا قلت لا فأتبعه يعني فغسله، فنضحه يعني فغسله، طيب يعني فغسله ولم يغسله؟ قالوا لا، فغسله ولم يغسله غسل بول الكبير. ولهذا قال هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، فرد عليه. ثم زاد في الرد أنه يزداد هذا التأويل بعدا بسبب ما ورد في الأحاديث الأخر التي فرقت بين بول الصبي وبول الجارية، وسيأتيك الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث، يبعد هذا التأويل المذكور، ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. صحيح. طيب الآن يقصد بالحديث الذي فرق، الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. وأخرج أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا أيضا إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وعن أبي السمح مرفوعا أخرجه أصحاب السنن عدد الترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وحسنه البخاري، ولفظه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواية واثنتان وثلاث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفادها إيش؟ التفريق بين بول الصبي وبول الجارية، الذكر والأنثى من الصغار، فأفاد في الجارية بوجوب الغسل، وفي بول الصغير بالاكتفاء بالنضح أو الرش على اختلاف الروايات، يرش ينضح. هذا التفريق مما يزيد القول بوجوب الغسل ضعفا، لأنهم تأولوا ذاك الحديث. طيب فماذا يقولون في هذا التفريق بين النضح والغسل؟ ولهذا قال ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفريقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما، فيقولون يغسل بول الصبي ويغسل أيضا بول الصبية. طيب فأين تذهب بدلالة التفريق بين النوعين من البول؟ نعم. ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول،
وهو أن ما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا. هو استمرار في التأويل، ينضح بول الغلام يعني يغسل، طيب ويغسل بول الجاري يعني يغسل غسلا أشد، فاستمروا في تأويل النضح بالغسل ويضعفه حقيقة. طيب رواية يرش، رواية يغسل من بول الجاري ويرش من بول الغلام، هل يحمل الرش أيضا على معنى الغسل؟ هذا ضعيف أيضا. فالمقصود أنهم لما طردوا قاعدة وجوب غسل النجاسات كلها أشكل عليهم ظاهر الحديث، فكان الأرجح والأظهر العلم عند الله ما ذهب إليه الشافعية وأحمد وداود وإسحاق وأصحاب الحديث إلى الأخذ بظاهر هاتين الروايتين وهما مخرجتان في الصحيحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتل بعضهم في هذا بأن، إيش يعني اعتل؟ علل. نعم. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، يعني ما علة التفريق في الحديث بين بول الصبي وبول الجارية؟ نعم، بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي. إذن هم يقولون: فسمى الشارع غسل الموضع الواحد رشا، وغسل ما تعدد محله غسلا، وإلا فالكل غسل، لكن لما كان بول الصبي في موضع واحد سمى الغسل نضحا أو رشا، ولما كان بول الصبية متعدد ويحتاج إلى غسل عدة مواضع سماه غسلا، وإلا فالكل غسل. نعم. قال: وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها. طيب، لم يخرج أو لم يتطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، والحديث خرجه بعض المحدثين كابن كثير في مسند الفاروق وجود إسناده، وأخرجه أحمد في المسند وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وأخرجه أيضا غيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فرآه عمر فعلم أنه غريب، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل عمان. قال: نعم. فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر. إيش يعني ينضح بناحيتها البحر؟ أو قال في رواية: ينضح البحر بجانبها، يعني أنها ذات شاطئ يضرب فيها البحر. فما معنى النضح هنا؟ الغسل. فقالوا: هذا دلالة على أن النضح يرد ويراد به الغسل. تتمة الحديث قال: ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. والحديث يذكر في مناقب عمان وأهلها. قال: ربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجانبها. نعم. قال: وهذا ضعيف لوجهين. طيب، سيضعف المصنف رحمه الله تفسير النضح بأنه غسل، وسيذكر الوجهين، لكن قبل أن نتجاوز هذا، حديث عمان ينضح البحر بناحيتها أو بجانبها، أو قال في الرواية ينضح بناحيتها البحر، يقول الصنعاني: لك أن تقول لا وجه لحمل النضح في الحديث هذا على الغسل، لا، لما لا يكون المراد به الرش، وأن المراد يصل إلى جانب المدينة رشاش من البحر. قال: فلا يتم الاستدلال به حتى يعلم أنه أراد به الغسل، فتبقى إذن المنازعة اللفظية باقية، ولا يقوم بالحديث حجة للاستدلال على أن النضح أريد به الغسل. نعم. قال: وهذا ضعيف لوجهين. الآن ماذا سيضعف المصنف؟
تفسير النضح بالغسل قال ضعيف لوجهين، أحدهما قولها ولم يغسله، يعني صريح بنفي الغسل، فكأنه يقول فنضحه ولم يغسله، فإذا فسرت النضح بالغسل إيش صار المعنى؟ فغسله ولم يغسله. نعم. والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية، هذا جواب ثاني، الحديث التي فرقت بين بول الصبي وبول الصبية أيضا لا يساعد على أن تفسر كلا النوعين بالغسل. والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه. نعم، ما التأويل؟ قالوا فرق بين غسل وغسل وإلا فالكل غسل. نعم. وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يصيب عليه من الماء ما يغلبه، وفي نسختي أن يقلب عليه من الماء. نعم. قال ومعنى الرش أن يصيب عليه من الماء ما أو يغلبه، أو تقول أن يصب، وفي نسختي أن يقلب عليه. نعم. قال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، ما يغلب إيش؟ ما يغلب البول في الموضع الذي أصابه، كيف يغلبه؟ اقرأ بحيث بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. طيب، إذن المقصود أن يصب من الماء مقدارا يساوي ما يصب على سائر النجاسات، إنما التفرقة أن هذا لا يشترط عصره بخلاف غيره من النجاسات، نعصر الماء حتى تتأكد خروجه بعصارة النجاسة فيطهر الثوب، لكن هذا لا يشترط. ليش؟ لأنه سماه نضحا أو سماه رشا ولم يسمه غسلا. ما الغسل؟ الغسل أن تنقع الماء أو الثوب، أن تنقع الثوب في الماء ففركته أو لم تفركه، لكنه إذا غمرته بالماء فإنك تعصره لخروج الماء بأثر النجاسة أو الوسخ، فيخرج من ذلك الثوب وينقى ويطهر وتزول عنه النجاسة والوساخة. لكن هنا لا يشترط، قال أن يصب أو أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر لقلت هو طاهر. المقصود الآن المقدار من الماء الذي تصبه ومقدار ما تستعمله في الغسل لو عصرته، لكنك لا تعصر هنا للاكتفاء بالنضح أو الرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعية في الصبية خلاف، والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية. نعم. إذن فمذهب مالك فمذهب الشافعي وأحمد التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية لما دل عليه حديث عائشة وأم قيس هنا رضي الله عنهما، وما دل عليه حديث التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية فأخذوا بظاهر جميع الأحاديث. وذهب مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع إلى وجوب غسل جميع الأبوال صغارا أو كبارا، وبالنسبة للصغير لا فرق عندهم بين الذكر والأنثى. نعم. قال والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا. تفرقة بينهما بين إيش؟ نعم، يعني تناول العلماء الحكمة الشرعية التي جعلت بول الصبي يكتفى فيه بالرش أو النضح وبول الجارية يجب فيه الغسل. وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. طيب، إذن قالوا يعني لما كثر حمل الصبيان من الذكور وكانت عادة المجتمع آنذاك ناسب هذا أن يخفف عنهم، والتخفيف يأتي فيما يكثر استعماله أو طروؤه رغبة من الشارع في رفع الحرج، بخلاف حمل الإناث فإنه أقل، والأصل في النجاسة الغسل
لكنه خفف في بول الصبيان دفعا للحرج والعسر والمشقة على مقصد الشارع العظيم: إن هذا الدين يسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومثل ما دلت عليه بقية النصوص في هذا المقصد الشرعي العظيم. قال المصنف: هذا أقوى ما قيل في ذلك، وأعرض كما سمعت عن سوق بقية الوجوه باعتبار ركاكتها. قال: منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر. ومما ذكر من الوجوه ما أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، يعني كلاهما بول والماءان جميعا واحد، فقال الشافعي: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال: فهمت؟ الشافعي يسأل صاحب السؤال، قال: فهمت أو قال لقنت؟ قلت لا. فقال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. فقال لي: فهمت ذلك؟ قلت نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: نفعك الله. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره، والعجب أن أصحابنا أهملوا ذلك في كتبهم وهو قول إمامهم، يعني علة علل بها إمام المذهب وهم لا يكادون يوردونها في هذا المقام في وجه التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية. ويبقى المسألة في ذلك التماس لحكمة ليست منصوصة، وإنما هي اجتهادات، وإذا كان المقام مقام اجتهاد فاجتهاد الآئمة واستنباطهم أعلى من غيرهم وأوثق وأدق، رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه. إذن كم مذهبا عندنا في مسألة غسل، في مسألة تطهير النجاسة من بول الصبي وبول الجارية؟ مذهبان: الأول التسوية بينهما في وجوب الغسل منهما جميعا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. طيب، والمذهب الثاني الأخذ بظاهر الحديث، مذهب الشافعي وأحمد، وهو غسل بول الجارية ونضح أو رش بول الغلام. وبقي في المسألة قول ثالث، وهو الاكتفاء بالنضح في البولين، التسوية بينهما نضحا وليس غسلا. هذا مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك قولا غريبا في مذهبه، رحم الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء، من جهة قولها ولم يغسله، مع كونه أتبعه بماء. هذا استدلال لطيف ودقيق وعليه إشكال، فتنبه للأمرين. أما وجه دقة الاستنباط أن غسل النجاسة لا يشترط فيه شيء أكثر من إيصال الماء إلى موضع النجاسة، ما وجه الاستشهاد؟ قولها ولم يغسله. إذن عندما تريد أن تغسل نجاسة جاءت على ثوب أو بقعة أو سجادة، فيكفي إيصال الماء وغمر موضع النجاسة ولا يحتاج إلى شيء زائد على ذلك على مجرد إيصال الماء، من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بالماء. فقالوا هذا القدر كاف، ثم يجعلون لهذا استدلالا في بقية المواضع المتعلقة بغسل النجاسات وعدم اشتراط الدلك أو الفرك أو العصر، لأنه قالت فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا وجه الاستدلال وهو لطيف، لكنه يتم لو كان على طريقة الشافعية والحنابلة، لأنهم يحملون المعنى هناك على الغسل. أما المالكية فإنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل، فلا يتم استدلالهم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو يشكل عليهم لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل. فهذا يشكل عليهم، يعني هم يقولون النضح هنا الغسل،
وتأول ولم يغسله يعني ولم يبالغ في غسله، فكيف يتم استدلالهم بناء على ذلك أن مجرد إيصال الماء كاف في إزالة النجاسة؟ تم الحديث وليس فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، الحديثان، والحديثان هما من أنواع الأحاديث الفعلية الكثيرة جدا في أحاديث الأحكام. واعلم رعاك الله أن الأحاديث التي تستنبط منها أحكام الشريعة نوعان، قولية وفعلية. فأما القولية فتسلط عليها قواعد دلالات الألفاظ كما مر معنا في الأربعة والعشرين حديثا السابقة من أول الكتاب إلى هذا الحديث، فكل حديث لفظي فإنك تنظر إلى دلالة العموم والخصوص والأمر والنهي وسائر متعلقات دلالة الألفاظ وتعمل فيها قواعد أصول الفقه كما تقدم مرارا. والقسم الثاني هي أحاديث الأفعال، وأحاديث الأفعال تحكي فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته فأقره، وعندئذ يكون موضع الاستشهاد بالفعل المحكي من قول من؟ من قول الصحابة. قول الصحابة عندما يقولون حصل كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يحكون فيه واقعة وقصة وسياقا كما في هذين الحديثين. فما منهج التعامل مع هذه الأحاديث؟ ما كان من تلك الأحاديث موضع الاستنباط في بناء الحكم أوردوه، مثل ما مر معكم في حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وغيرها كثير. حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقط هذه الجملة هي الحديث القولي والباقي فعل، فمسح عليهما. ما منهج التعامل؟ ما كان من مورد الاستنباط الحكم يدور عليه كلام الفقهاء، فعل كذا إذن الحكم كذا، انصرف عن كذا، لم يلتفت إلى كذا، لم يراعي كذا، يعلقون استنباطهم على دلالات ذلك الفعل. أما ما يصحب حكاية الفعل من قول الصحابة رضي الله عنهم فهذه دلالة لفظية، يعني مثلا تقول أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. سؤال، من الذي وصف الصبي بكونه صغيرا وبكونه لم يأكل الطعام؟ أم قيس رضي الله عنها. السؤال، هل هذا مناط للحكم؟ يعني من أين قال الفقهاء إن بول الصغير الذي يكتفى فيه بالنضح وعدم غسله هو أن يكون صغيرا لم يأكل الطعام؟ أخذوه من هذا. هل قول أم قيس هنا أصبح مناط الحكم والقول قولها؟ الجواب نعم. ما عنده مستند آخر؟ يعني مثلا ما قال عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فإذا جاء السؤال فما ضابط الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ومن بعده يبدأ الغسل؟ لا يجي واحد يقول 5 سنوات والثاني يقول 7 سنوات سن التمييز والثالث يقول 10 سنوات سن وجوب الصلاة عليه، فمن أين علقوا بالضابط بالقيد الذي جعل مناطا وكونه صغيرا لم يأكل الطعام؟ هنا. وحديث عائشة رضي الله عنها أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، أيضا الصبا يمتد عمره، منهم من يقولون إلى أن يفطم ومنهم من يقول إلى سن 7 سنوات يسمى صبيا، 5 سنوات. يبقى السؤال، هذا الضابط أخذ من كلام أم محصن. السؤال، هل كلام الصحابة وأقوالهم التي تأتي مصاحبة لحكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مناطا لاستنباط الأحكام وتنزل منزلة ألفاظ صاحب الشرع؟ ها هنا موضع دقيق يجب تحريره، فإنه عائد إلى ما يسميه الأصوليون بتنقيح المناط، فإن حكاية الفعل يأتي مصحوبا بجملة من الأوصاف. بينما كان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ سقط رجل محرم من ناقته أو فوقصته الناقة فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وتكفينه في ثوبيه، فقال لا تمسه طيبا ولا تخمر وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأمر بتكفينه في ثوبيه.
هذه واقعة، وقصة الصبي هذه واقعة، وقصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان واقعة، والرجل الذي ظاهر زوجته واقعة، كل تلك وقائع. وهذا جانب آخر في مسألة حكايات الأفعال، ما موضع الاستنباط منها؟ وهل تعمم فيها الأحكام بذلك المناط؟ هذا أيضا موضع يخوض فيه الأصوليون، وإنما ناسب ذكره في هذين الحديثين لأنهما لم يشتملا على لفظ واحد كما سمعت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو جئت الآن تطبق دلالات الألفاظ، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمنا ما معنى صغير ولم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، كل تلك الجمل المتعاقبة بالفاء، يعني ارتباطا بين الجمل، والارتباط متى ارتبط بين وصف مناسب وحكم أشعر بالتعليل. فكونه بال على ثوبه فدعا بالماء واكتفى بالنضح فيه إشارة إلى أن بول الصغير كان علة للاكتفاء بالنضح الذي هو الحكم المستنبط من الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم ولم يغسله كذلك. فالمقصود يا كرام الانتباه إلى أن هذه الأحاديث أحاديث الأفعال يكون موضع كلام الفقهاء في استنباط الأحكام منها ما كان مقصود الحديث. أم قيس رضي الله عنها روت هذا الحديث للأم، وهي واقعة حصلت لابنها، وعائشة رضي الله عنها حكت موقفا رأته مع عبد الله بن الزبير بن أختها، أو مع الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا، حكت موقفا، فكان للأمة فقها يقوم عليه كلام الفقهاء، فحكوا تلك المواقف وهي حاصلة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما يظنها البعض عابرة، صبي جاء فبال، لكنهم كانوا يفقهون رضي الله عنهم. إذن فالمعول هو فقه الصحابة. لو لم تجد أم قيس رضي الله عنها في تلك الواقعة شيئا يستفاد منه في الشرع ما حكته، وإلا فماذا تقصد بقولها أتيت بابني صغير ما أكل الطعام فأجلسه في حجري فبال فدعا فنضحه ولم يغسله؟ هي تقصد هذا الأمر وقد فقهته من الحادثة، هو فقه للصحابة. عندئذ إن كان فقها للصحابة فأنا أعتبر ما حكاه الصحابي الذي فقه الواقعة فنقلها ورواها بما يستصحب حكاية تلك الواقعة من الجمل والأوصاف وما يصلح أن يكون قيودا أو مناطا لتلك الأحكام. فهذا وجه اعتبار قول الصحابة رواة تلك الأحاديث. ونفس الكلام في حديث عائشة رضي الله عنها، واقعة حدثت إما لابن أختها أو لابن أو لسبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقلت الواقعة، هي فقهت في تلك الواقعة مسألة شرعية وحكما فروته للأمة رضي الله عنها، ولما روته روته محملا بالفقه الذي استنبطته، وإن لم تصرح ولم تشرح على طريقة السلف في حكاية الواقعة وما فهموه أو فقهوه يأتي ضمنا، قالت فأتبعه بوله ولم يغسله. هي تقصد هذا، أن الحكم ذاك يكفي فيه إتباعه بالماء أو نضحه بالماء، ولذلك في بعض طرق رواية مسلم فلم يزد أن نضح بالماء، هذا قول عائشة تقول فلم يزد أن نضح بالماء، هي تقصد هذا، هو فقه منها. فإذا المعول أيضا فيما يصحب روايات وحكاية أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتضمنه أو ما تتضمنه تلك الروايات والأحاديث من فقه الصحابة رضي الله عنهم رواة هذه الأحاديث، فإنهم يحكونها مع الفقه الذي فقهوه، فتارة يأتي معللا تارة يأتي معلقا بحكم أو بوصف كما في هذه الأحاديث وغيرها، والله أعلم. نعم، الحديث الرابع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. طيب، هذا الحديث وهو آخر حديث مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه، و
هذا لفظ البخاري عن أنس، ولمسلم قال حدثني أنس. الأعرابي المذكور هنا في الحديث لم يسمى هنا في رواية الصحيحين، وقد تتبع شراح الحديث المقصود به. قال في فتح الباري: حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني أنه الأقرع ابن حابس التميمي، يعني أنه صاحب هذه الواقعة المحكية هنا في الحديث. وهذا أول الأقوال. الأعرابي الذي جاء مبهما في رواية الصحيحين هو الأقرع ابن حابس التميمي، وهذا القول هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر. القول الثاني أن المقصود به ذو الخويصرة اليماني، المذكور أيضا في بعض أحاديث الخوارج المذموم أصحابها. حكاه كذلك أبو موسى المديني كما نقله الحافظ ابن حجر، وهو القول الذي رجحه ابن الملقن رحمه الله، حيث قال: واعلم أن هذا الأعرابي لم أرى أحدا ممن تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني، فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث، وفي آخره بال فيه وأنه أمر بسجل فصبه على مباله. قال: وقد ذكرته في كتابي العدة في معرفة رجال العمدة، نفع الله به. القول الثالث أن المقصود به عيينة بن حصن الفزاري، وهذا نقله أبو الحسين بن فارس، وهي الأقوال المذكورة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. جاء عربي فبال في طائفة المسجد إلى آخر الحديث. قال في الرواية عندكم: فزجره الناس. إيش معنى زجروه؟ ضربوه، صاحوا به، تكلموا عليه. طيب، في رواية البخاري قال: فتناوله الناس، وفي موضع آخر له في الآداب: فثار إليه الناس، وهذه حديث أبي هريرة. وعند البخاري من رواية أنس: فقاموا إليه. وعند الإسماعيلي: فأراد أصحابه أن يمنعوه. وهي لفظ للبيهقي: فصاح الناس به، ومثله عند النسائي. وعند مسلم: فقال الصحابة مه مه. إذن فليس في لفظ الصحيحين فزجره الناس. عند البخاري: فتناوله الناس، فثار إليه الناس، فقاموا إليه. عند مسلم: فقال الصحابة مه مه. قال الصنعاني: فعرفت أنه نقل المعنى، والمراد أنهم تناولوه بالألسنة لا بالأيدي. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ ما ورد اللفظ هنا. عند البخاري في لفظه قال: اتركوه، فتركوه، فهذا لفظ نهيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأعرابي منسوب إلى الأعراب، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار. الأصل في النسبة أن ينسب إلى المفرد لا إلى الجمع، ووقع خلاف ذلك، ولا يقع كما يقولون في اللغة إلا لنكتة أو لفائدة أو لعلة. وهنا الأصل أن ينسب إلى المفرد عرب، فتقول عربي، لكن نسب إلى الأعراب. قال: لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، جمع نمر، فإذا نسب إليه قيل أنماري، فيصح النسبة إلى الجمع، وهو خلاف الأصل. هذا وجه في التعليل. نعم، وقيل: فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي، فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام، سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول. طيب، إذن سكان البادية يقال لهم أعراب، سواء كانوا من ولد إسماعيل أو لا،
والعربي من كان من ولد إسماعيل عليه السلام سواء سكن البادية أو الحاضرة، فلو كانت النسبة إلى المفرد لحصل الاشتباه، تقول عربي تقصد عربي ولد إسماعيل عليه السلام أو تقصد عربي نسبة إلى سكان البادية، فالأول أعم نسبا وأخص مكانا، أعم نسبا لما تقول عربي أعم نسبا وأخص مكانا، والثاني عكسه أعم سكنا وأخص نسبا. فلأجل التفرقة بين هذا وذاك اصطلح على هذا عربي وعلى ذاك، فإذا قيل عربي يعني من ولد إسماعيل عليه السلام سواء سكن البادية أو لا، وإذا قيل أعرابي فمن سكن البادية. نعم. قال: وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. هذه من فوائد الحديث. فزجره الناس، السؤال لماذا زجروه؟ طب عندي هنا فائدتان كبيرتان في هذه الجملة. الأول: ما قررته الشريعة من هذا الأصل العظيم الذي هو صفة لأمة الإسلام، ذكرت في سياق ملة الله عز وجل ووصف هذه الأمة المباركة بالخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذه الخصلة على أصل الخيرية وهو الإيمان، مع أن الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن التقديم في الذكر له دلالة ولا شك. وأيضا فإن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يسميها بعض العلماء بالركن السادس من أركان الإسلام، وليس في الإسلام أركان ستة، لكنه كناية عن المبالغة في ثقل هذه الشعيرة ووزنها العظيم في أمة الإسلام وشريعة الإسلام، فهذا أصل عظيم. وقد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، فكل ما عدوه منكرا أخذوا فيه بالواجب. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن يقال: كيف عد الصحابة البول في المسجد منكرا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام جالس والحادثة وقعت، ما انتظروا منه توجيها، بادروا، بل جاء التوجيه على مبادرتهم، فكانت المبادرة منهم باعتبار أن البول في المسجد منكر، فلم يصدر هذا عنهم إلا وقد علموا أو استقر في علمهم من الشريعة حكم ذلك، لأنه أقرهم عليه الصلاة والسلام، فلم ينههم عن إنكارهم، إنما بين لهم المانع الذي عارض مقتضي الإنكار. فلما قال لهم أمرهم أن يتركوه، في بعض روايات الحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وأمرهم بإزالة النجاسة بالماء، فدل ذلك كله على تنزيه المسجد من البول، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم. إذن استقر عندهم أن البول في المسجد خطأ ومنكر، يجب معالجته ومنعه وعدم الإقرار به والرضا عليه. أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، إنما صحح لهم طريقة المعالجة لما يتعلق به بالمآل، يعني كانت المعالجة متوقفة على الموازنة بين مفسدتين وليس لأصل القضية ذاتها في عدم إنكار المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. في الحديث تنزيه المسجد عن نجاسة البول، فمن أين قال الشارح رحمه الله عن الأنجاس كلها؟ نعم، بالقياس. نعم. طيب، فكيف استدلوا على تنزيه المسجد عن نجاسة البول؟ لإنكار الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمرهم بتطهير تلك النجاسة بإراقة ذنوب أو دلو من الماء عليه، فكل ذلك دل على أن البول نجس وأنه يجب تنزيه المسجد عن نجاسة البول، وأما سائر النجاسات فبالقياس عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته. ضرر بنيته، إيش المقصود بالبنية؟ البدن. وكيف ضرر البنية؟
نعم لو زجروه حال قضائه البول لقام فيحتبس بوله، واحتباس البول أثناء إدراره أكرمكم الله مفض إلى مرض يضر البدن باحتباس البول في الحالب أو في المثانة أو في الإحليل، وكل ذلك ضرر يصيب صحته وبدنه. قال رحمه الله: لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته. طب أنت الآن بين مفسدتين، هو الآن قد بدأ في بوله وقد وصلت النجاسة إلى بقعة المسجد، حصلت المفسدة، فأنت لو منعته احتبس بوله، فانضافت مفسدة ثانية، ما هي؟ مفسدة بدنه أو ضرر بدنه. فإذا قال قائل: لا، مفسدة بدنه ليست أعظم من مفسدة نجاسة المسجد، إيش تقول؟ قد وقعت مفسدة نجاسة المسجد، قد وقعت وسنحلها، فلماذا نضيف مفسدة ثانية؟ فليكمل بوله طالما قد حصلت المفسدة. وهذا من فقه الشريعة العظيم البعيد الواسع، اعتبار المآل، النظر إلى ما الذي يترتب على الموقف وليس على الموقف ذاته فقط، الموازنة بين المفاسد، كل ذلك مفسدة، لكن فرق بين أن تكون مفسدة واحدة أو أن تكون مفسدتان، فيراعى كل ذلك. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الناس عن زجرهم للأعراب أكان ذلك منه إقرارا على البول في المسجد؟ الجواب لا، والذي يفهم ذلك سقيم الفهم، قد وقعت المفسدة، ومعنى هذا يا كرام أنه في الموازنة بين المفاسد ينبغي أن نفهم أنه عندما تقع الموازنة بين مفسدتين فيؤول الحكم إلى دفع أعظم المفسدتين، ومعنى ذلك وقوع أدناهما أو كما يقولون احتمال أدنى المفسدتين بدفع كبراهما. لما يقولون احتمال أدنى المفسدتين ليس إقرارا في الشريعة لحصول المفاسد، لا، لكنك بين أمرين لا محالة، بين مفسدتين لا بد أن تقع إحداهما، فمن الفقه والحكمة والموازنة ومراعاة مقاصد الشارع أن نقول بوقوع إحدى المفسدتين. فلو قال بذلك الإمام أو الفقيه أو العالم أو الحاكم، هل يقال إنه مفسد في الشريعة؟ الجواب لا، لكنه يدفع بتلك المفسدة مفسدة أعظم، وهذا من الفقه الذي لا يدركه من لا يفهم مثل هذا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لإبقاء الأعراب على بوله لأن المفسدة قد وقعت، ومنعه سيؤدي إلى مفسدة أخرى، وتقليل المفاسد مقدم على تكثيرها، لأنه قال إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا يضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته. قال الصنعاني رحمه الله: هنا نسختان، يقصد من نسخ الإحكام شرح بن دقيق العيد، قال: كل واحدة عوض عن الأخرى. قال: فنسخة بلفظ ضرر بنيته بالإضافة إلى البنية وهي ما بني عليه البدن، والمراد ضرر البدن بانحباس البول. قال: ونسخة بلفظ ضرر تلويثه من التلويث بالمثلثة أي التلطخ. قالوا: العبارتان صحيحتان معا، فالأولى لدفع الضرر الذي يحدثه في البدن، والثاني لدفع الضرر الذي يحدثه في الدين، والأمران مطلوبان دفعهما شرعا، فلو جمع بينهما لكان حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول. كيف سيؤدي إلى تنجيس مكان آخر؟ نعم، إذا نهي وزجر سيفزع، فإذا فزع وبوله لا يزال مستمراً في الخروج سيتحرك، وإذا تحرك انتشر البول في أكثر من مكان. ليش قال المصنف إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه؟ كيف عد الجهل ظاهرا من صاحب القصة؟ طيب تمام، هذه واحدة، أنه لولا جهله لما جاء وتبول في المسجد، فإن البول بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الجهل. قالوا: ومما يدل عليه أيضا جهل صاحب القصة قوله في الروايات الأخرى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يكفوا عنه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهذا أيضا
حتى قال له عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، فهو دليل على قلة فقه الرجل. فمن كانت هذه حاله يراعى شأنه. وأيضا هذا من فقه الشريعة في مسألة إنكار المنكر أو تعليم الجاهل أو إفتاء المستفتي، يراعى حال المكلف، فما كل الناس سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان غليظا في، أو دعني أقول لما كان حازما صلى الله عليه وسلم في بعض مواقف الإنكار مع رجل مثل عمر، لما رأى في يده قطعة من التوراة قال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، غضب عليه الصلاة والسلام وبدأ منه ذلك الموقف الحازم في الوقت الذي وجد فيه خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه، فأخذه فنبذه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، قال فنبذ الناس خواتيمهم. وبعدما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه وقد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحزم في تلك المواقف كانت منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال أصحابها، لكنه لما كان أعرابي وجاهلا وتبول في المسجد، وبوله في المسجد أعظم ضررا ومفسدة من لبس ذلك الرجل لخاتم الذهب الذي لبسه ظنا منه جواز ذلك، والذي وقراءة عمر رضي الله عنه لقطعة من التوراة. ومع ذلك فالنظر إلى هذه المواقف وتعددها فيه من الفقه أمران عظيمان: الأول مراعاة حال صاحب الواقعة وتنزيل كل منزلته، والأمر الثاني أنه عندما يكون الحديث في سياسة الشريعة وتعليم الناس وتربية الأمة، ويكون الحديث عن الرفق والحلم واللطف، فيقابل هذا أيضا الحزم والجد الذي لا بد منه في مقام التربية، ولكل مقام مقال. فينزل المربي والعالم والناصح والفقيه والمفتي والإمام والسلطان، ينزلون الناس منازلهم في تربيتهم على الشريعة وتقويمهم على أحكام الدين، والناس متفاوتون في هذا، فينزل كل بمنزلته اللائقة. كل هذا في باب السياسة الشرعية والتربية الدينية. أما في الحدود والأحكام المنصوصة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس في هذا سواء، ولا اجتهاد في تفاوت مقادير الناس إلا في استحقاقهم للأوصاف والعلل الموجبة لأحكامها، أما إقامة الأحكام فلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول، فإن الرشاش لا ينتشر. وفي هذا إبانة عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل. وهذا في عدة مواضع في هذا الحديث وحده، في عدة مواضع. الأول رفقه به لما قال للصحابة اتركوه، أو نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زجره، وأنه لما قال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا قال لقد تحجرت واسعا، أيضا كان لطيفا في تعليمه أن رحمة الله أوسع من أن تقتصر على اثنين من عباده. وأيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام نهى عن زجره حال بوله. ثم انظر إلى لطفه حتى مع الصحابة لما أراد أن يعلمهم ويريد أن يربي جيلا من بعده وأمة تقوم بالدين وتحمل الرسالة وتنشر الإسلام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحملهم من فقه الشريعة ومراعاة مقاصدها ما يستقلون فيه رضوان الله عليهم بالقيام بالدين بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال لهم: إنما بعثتم ميسرين. قالوا فنسب البعثة إليهم، قال إنما بعثتم، والمبعوث هو عليه الصلاة والسلام. قال أراد أن يؤنس قلوبهم وأن يشعرهم بعزة انتمائهم للدين، وأن غيرتهم وحرصهم هو جزء من تكوينهم الذي يجعلهم في عداد المبعوثين للأمة. فآنسهم عليه الصلاة والسلام، فأسند البعثة إليهم مجازا، لأنه في مقام التبليغ للدين والذب عن حياضه والحرص على أحكامه. أو تقول هم مبعوثون من قبله عليه الصلاة والسلام،
بعثتم يعني بعثهم بما بعثه هو الله عز وجل به، فكما بعثه الله بالتيسير يبعث أصحابه والأمة من بعده لمن وراءهم أيضا بالتيسير. ثم أيضا لطفه لما قال للأعرابي يعلمه، قال وليس هذا في رواية الصحيحين، قال إنما بنيت هذه المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر، وفي بعض الألفاظ إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لذكر الله والدعاء والصلاة. كل ذلك لطف منه عليه الصلاة والسلام في تعليم الجاهل والرفق بالعرابي وإرشاد الصحابة، وفيهم الكبار والفقهاء والسادة لأنهم رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من هديه وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج ابن ماجه وابن حبان أن العرابي صاحب القصة الناس يقولون له مه مه ويصيحون به ويلتفتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتركوه، وهو يشاهد هذا الموقف كله وقضى بوله وانتهى. ولما أحس بما أحس قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد تحجرت واسعا. الأعرابي هذا لما جاء يصف الواقع فيما أخرج ابن ماجه وابن حبان قال بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، خلاص هو حكى مشهدا أن الموقف بالرغم من الخطأ الذي حصل وما أصاب فيه من الخطأ، لكنه وجد موقفا عظيما في سعة الحلم والتعليم، فقال لم يؤنب ولم يسب، إذن ما وجد عتبا ولا تأنيبا ولا سبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والذنوب بفتح المعجمة هاهنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأ أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. إذا كانت ملأ أو قريبا من ذلك، هذان قولان. الأول للخليل ابن أحمد أن الدلو إذا كانت ملأ تسمى ذنوبا، والقول الثاني لابن السكيت من أئمة اللغة إذا كان الماء فيها قريبا من الامتلاء تسمى ذنوبا، فأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى هذين القولين معا. نعم. ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضا النصيب، قال الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ولعلقمة فحق لشاس من نداك نصيب. وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وقد قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء. بشأن المكاثرة بالماء أن يكون الماء المصبوب على النجاسة أكثر منها، هذا معنى المكاثرة. طيب هل لهذا مقدار؟ قال الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء. نعم. وقيل يستحب أن يكون 7 أمثال البول. هذا القول وجه ضعيف عند الشافعية أنه لا بد أن يكون 7 أمثال البول، ولا يتم هذا القول إلا إذا علم من الحديث معرفة قدر بول الأعرابي وقدر الذنوب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته على موضع بول الأعرابي، وكل ذلك لا يعلم. لكن لماذا قالوا المكاثرة بالماء أخذا من أمره بذنوب؟ الذنوب الدلو الممتلئة، الدلو الكبيرة وليست أي دلو، الدلو الكبيرة. ومعلوم أن بول الإنسان الفرد لا يبلغ هذا، تبلغ هذا القدر، فهذا قالوا المكاثرة. إذن لما يكون الماء المصبوب أكثر من بول الإنسان عادة تحصل المكاثرة، وأخذوه من قوله فأمر بذنوب من ماء وهي الدلو الكبيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. طيب لاحظ معي الفرق بين طهارة الأرض وطهارة الثوب. طهارة الثوب بغسله، والمقصود بالأرض هنا أرض التراب قبل أن تفرش المساجد. وإذا تتكلم عن مساجدنا اليوم المفروشة بالفرش فإن الفرش حكمه حكم الثوب، فإذا غسلت موضع الفراش الذي أصابته نجاسة تعامله معاملة الثوب، لكن الكلام على الأرض ذات التراب والحصى إذا أصابتها نجاسة كفناء البيت عندك وقع فيه بول كلب أو حمار أكرمك الله أو بول إنسان، فأردت أن تطهر المكان
فأنت لست بحاجة إلى شيء أكثر من إراقة الماء على ذاك الموضع. فماذا تفعل الأرض؟ تشرب الماء. طيب النجاسة والبول الموجود الذي أشبع تلك البقعة، فإن الماء يأتيه فتشربه الأرض وهذا كاف في إزالة النجاسة. طيب هل يلزم حفر التراب ونقله الذي أصابته النجاسة ورميه أو التخلص منه أو دفنه أو قلب التراب الأعلى أسفل والأسفل أعلى؟ قال استدل بالحديث على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به، والمقصود به الحنفية. قالوا لا يطهر مكان النجاسة في الأرض إلا بحفر التراب الذي أصابته النجاسة، وهم يفرقون بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، بين أرض رملية تراب أو طين وبين أرض صلبة كلها حصى وحجارة. فالذي قالوا إذا كانت رخوة يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر لأن الماء يتشرب، وإن كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لا يعم أعلاها وأسفلها. لماذا فرق الحنفية أو لماذا اشترطوا نقل التراب في غسل النجاسة؟ احتجوا لذلك بحديث يشير إليه المصنف الآن، جاء من طرق ثلاث، موصول عن ابن مسعود وهو ضعيف السند، ومرسل من حديث طاووس من طريقين، وكل الطرق لا يصح بها الحديث. عن طاووس قال بال أعرابي في طائفة المسجد، هو الحديث ذاته لكنه من طرق أخرى، قال بال أعرابي في طائفة المسجد فهم به القوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوا من ماء، علموا ويسروا ولا تعسروا. الحديث مرسل من رواية طاووس من طريقين، أحدهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، والثاني معمر عن ابن طاووس، وكلاهما كلا الطريقين عن طاووس مرسلا كما سمعت. وأما الحديث الموصول فحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلوا من ماء ثم أمر به فحفر مكانه. أخرجه الدارقطني بهذا الطريق وقال سمعان مجهول، ويحيى الحماني ضعيف، والحديث قال عنه أبو زرعة الرازي منكر. فمدار استدلال الحنفية على هذا، يعني من أين قالوا بوجوب حفر المكان؟ بهذا الحديث، لكنه من حديث ابن مسعود المرفوع الموصول ضعيف كما سمع، والطريقان الآخران مرسلة من رواية طاووس. نعم أحسن الله إليكم. قال واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به، ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به. ما هو؟ نقل التراب. ولو أمر به لذكر، وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه. نعم، وقد سمعت أن الحديث عن سفيان بن عيينة مرسل عن طاووس، وأما حديث ابن مسعود فموصول لكنه فيه سمعان مجهول ويحيى الحماني ضعيف، والحديث قال عنه أبو زرعة منكر. نعم قال رحمه الله وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به. يعني هذا بالعقل بالمعنى، يعني لو كان تطهير الأرض النجسة بنقل التراب، طب انقل التراب تغسله ليش؟ احفر وأخرجه وانتهينا، فليش أصب وبعدين أحفر وبعدين أنقله؟ فإذا كان نقل التراب واجبا في التطهير لكان الاقتصار عليه كافيا. نعم قال رحمه الله وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. نعم، وقد علم أن الشارع لحكمته إنما يأمر بما فيه منفعة وهو التطهير، وقد حصل بإزالة التراب إذا كان مطلوبا، فلا معنى عندئذ لإراقة الماء، وقد سمعت أن الصحيح من ذلك في الرواية هو الأمر بإراقة الماء
لا نقل التراب. تم كلام المصنف على الحديث والله أعلم. وأما ما في الحديث فهو كما تقدم في حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما، هو أحاديث أفعال حكيت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إلا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يتصل به مباشرة. ومر بك أن لفظه عند البخاري قال اتركوه، قال فتركوه، وفيه فوائد ولطائف تطرق إليها الشارح وأتينا عليها، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.